بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع، وسيظل ان شاء الله تلفزيون الحياه. النهارده هنعمل لكم حاجات نتمنى يا رب تعجبكم. عندنا كفته بسيطه قوي بس فيها مكونات لذيذه كده وطعمها هيعجبكم ان شاء الله، وهي كفته بالبصل. يعني ايه كفته بالبصل؟ تعالوا نشوف. البصل هو عنصر جواها وعنصر بره، يعني هيبقى فيها جواها بصل وبره بصل. اول حاجه عندك عندنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، نص كيلو من اللحمه المفرومه، واحنا جايبين لحمه شويه صغيره يعني قريبه من البيتيلو. وعندنا بصلتين مفرومين ومعلقتين زبده ومعلقتين دقيق وبيضه وكمان كوبايه من الجبنه المبشوره وشريحتين توست متقطعين مكعبات ونص كوبايه لبن ورشه جوزه الطيب ومعلقه بهارات وثلاث بصلات متقطعين شرايح وزيت للقليه. تاني المقادير، اول حاجه عندنا زي ما قلنا نص كيلو، نص كيلو من اللحم المفروم الاحمر يعني بدون دهون، بدون دهون. وعندنا كمان بصلتين مفرومين ومعلقتين زبده ومعلقه دقيق، او العكس، معلقتين دقيق ومعلقه زبده وبيضه، وكمان نص كوبايه من الجبنه المبشوره، ويا ريت تكون الشيدر اللي هي صفرة. وكمان عندنا شريحتين من التوست متقطعين مكعبات ونص كوبايه لبن واخيرا رشه جوزة الطيب ومعلقه بهارات وثلاث بصلات متقطعين دواير. عشان خاطر دي هنشويها لوحدها على الشوايه، هتتقدم معاها او ممكن تحمرها في الزيت لكن على الشوايه افضل. يعني يبقى احنا كده ماشيين مع بعض بالتسلسل واحده واحده. هناخد بقى ايه الكفته بتاعتنا. اولا نجيب بوله كبيره وهنعمل فيها التوست اهو، ونحط عليه اللبن، ننقعه اهو، شايفين اللبن مع التوست، وننقعه اهو، خلينا كده ايه لغايه ما يتشرب منه. وبعدين على فكره التوست ده اللي احنا عاملينه هنا، يعني التوست ده اللي احنا بنعمله هنا من ساعه ما عملناه قدامكم بقينا نعمله هنا، ما بنشتروهوش من بره، لكن انتوا عندكم ممكن تشتروا من بره لو احتاجناه ما فيش مشكله. ده كده احنا ماشيين مع بعض بالتسلسل واحده واحدة. عايز اقول لكم بس ان احنا بنوريكم تفاصيل التفاصيل، يعني ده التوست ده لازم يتشرب خالص خالص من اللبن اهو، علشان بعد كده هناخده، ده اساس في الاكل، اساس هناخده بعد كده. شايفين بدأ يشرب اللبن اهو، يعني حاطين نص كوباية اللبن، لو بصينا هنا خلاص اهو اللبن خلاص داب مع التوست، داب مع التوست. احنا بقى هناخده كده ونصفيه منه اللبن تاني، وناخده نحطه فين؟ هنا جوه العجان بتاعنا او الكيتشن ماشين. خلاص لسه لازم نصفيه من اللبن ده، ونحط عليه اللحمه مباشره، ونحط عليه الجبنه المبشوره، ونحط عليه البصل، ونحط عليه الزبده، معلقتين الزبده دي تعويضيه لعمليه ان ما فيهوش دهون، ونحط البيضه، وبعدين رشه جوزه الطيب، وبعدين البهارات، وهنحط ملح، ونحط فلفل. طب ايه اللي ما حطيناهوش؟ ايه اللي ما ضفناهوش؟ اللي ما ضفناهوش في الاكله كله الدقيق والبصل الشرايح. تاني حطينا هنا اللحمه المفرومه مع البيضه مع التوست اللي احنا نقعناه باللبن وعصرناه مع جوزة الطيب والبهارات والملح والفلفل والزبدة والبصل، وكمان آخر حاجة أضفناها الجبنة المبشورة. وهننزل كده ونشغل. لا شغل تاني، بنخلط اللحمة مع البصل مع التوست اللي احنا نقعينه في المية وعصرينه وكمان الزبدة وكمان الجبنة المبشورة و جوزة الطيب والبهارات والملح، كل الحاجات دي بنخلطها مع بعض كده، هيدينا خليط متجانس. لو عايزين تحمره في الزيت دي طريقة، لازم نعفر بقى في معلقتين الدقيق دول. لو ما عايزين تشوها على النار على الشواية برضو دي طريقة، دي بيبقى مش هنحتاج الدقيق خالص. لكن شايفين بعد ما هنزود كده السرعة شوية هتشوفوا خليط اللحمة بقى شكله ايه بعد ما اهو، شايفين عاملة ازاي؟ خلاص كل حاجة مع بعضها تجانست لما نرفع كده اهو، شايفين اللحمة عاملة ازاي؟
لحمة والبصل والتوست وكمان الجبنة المبشورة، كل الحاجات دي مع بعض نرفع كده. ده أنا هطلعها برة وأوريها لك في طبق عشان تشوف شكلها. ماشي. منور يا حوده، الله يخليك. كده أهو، شوفوا بقى الخليط عامل إزاي. هو ده لحمة أو كفتة قيمتها الغذائية عالية جدا لأن فيها مكونات غذائية حلوة قوي. بعد كده هنعمل إيه؟ ممكن نقدمها زي قطع البرجر، يعني إيه؟ نجيب فرنة ونعملها في قطع برجر ونحطها تبقى دواير. ممكن نقدمها متحمرة، وده اللي هنجربه. يعني هنجيب شوية من الزيت، مش مهم القلاية بقى عشان خاطر ناخد طريقتين لها. الطريقة الأولانية نحط طاسة على النار، نحط فيها شوية زيت صغيرين ونحمر. الطريقة التانية إن إحنا هنشويها، يعني اهو هنا اللي هتتحمر في الزيت هنعفرها كده بالدقيق شويه صغيرين، لكن اللي هتتشوي على النار مش محتاج. ناخد بقى قطع كده كبيره اهي في حجم البيضه مثلا، نعملها كوره اهي طالما هنعفرها بالدقيق، شايفين. اما بقى موضوع البصل ده، البصل ده يا اما نشوحه في معلقه زبده على النار، يا اما ناخده نشوي لو حابين يبقى قليل السعرات الحرارية، ما فيهوش أي نسبة دهون خالص. شايفين أنا بقطع القطعة دي، سواء كنا هنشويها أو هنعملها في الزيت. يا مدام أحلام، ازيك يا شيف يسري؟ يا اهلا بحضرتك، اهلا بيك الحاجه احلام. معاك يا اهلا بيك يا حاجه احلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيف يسري؟ الله يخليك يا رب، كل وربنا سنة وانت طيب وحضرتك طيبه وربنا يطمنا عنك. انا كده يا راجل، يا امير يا اخلاق، يا رب يخليك يا مدام احلام، ربنا يكرمك. العظيم انا حاولت اتصل يوم عيد ميلادك ما عرفت خالص. ربنا يخليك، كانك اتصلتي بالظبط، ربنا يبارك في عمرك. ازيك يا شيف يسري؟ الله يخليك، ايديك على كل حاجه حلوه بتعملها. يا رب يخليك، ده من ذوق حضرتك. بشكر اسره البرنامج أخلاق الذوق اللي بيردوا عليا. يا رب يخليكي. لا والله يعني بجد بجد بجد، كل ما تيجي فرصة إن أنا أشكرهم أشكرهم بجد. اه والله الناس دي بتتعب معانا جدا. اتفضلي. كنت هقول لحضرتك أنا متشكرة جدا للنوجة اللي بالشوكولاتة. حلوة؟ تحفة تحفة تحفة. بالهنا والشفا. شيف يسري اعمل لنا حاجات كده، النوعيات دي اللي هي مثلا ممكن تتقدم، ممكن عارف شوكولاته مثلا كده، الحاجات دي يعني. حاضر من عينيا، لان فعلا تحفه جميله يعني حقيقي. من عينيا ان شاء الله. حاضر حاضر، تسلم ايديك يا شوف. ربنا يخليك، متشكرين على ذوقك واخلاقك. الله يبارك في عمرك يا حاجه احلام، وانا سعيد بسماع صوتك. عايز اقول لك النهارده هنعمل دوناتس محشي بمربى بتراك، وعليه من فوق توبنج اخضر واحمر بسيرب بتراك، يعني حاجه جديده قوي، و برضه الاطفال هتحبها قوي، لان احنا كلنا متعودين على الدوناتس بيبقى دواير كده عليه شوكولاته، لكن المره ده هيبقى مختلف خالص، هنعمله بطريقه مختلفه خالص. كده بالله شايفين بقى احنا عملنا الكور دي بالشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده لو هنحمر في الزيت زي ما قلنا ما نكترش زيت، هناخد معلقتين بس وهنحمر في الزيت. لو هنعمل زي ما قلت على الشوايه هنحط من غير دقيق. يبقى احنا هنروح بقى اول حاجه نقلع ده كده خلاص، ونعمل هنا شويه زيت صغيرين حوالي معلقتين، وبعدين ده اللي باقي ده هنعمل فيه ايه، هنبططه كده بالراحه في الدقيق، ده اللي هيتحمر في الزيت اهو، بنعفرها كده في الدقيق ونضغط عليها بالراحه، شايفين طريقه حلوه قوي اهو. اهم حاجه هنعفرها بالدقيق ليه؟ عشان دي فيها نسبه فيها زبده وفيها جبنه ممكن تلزق معايا وانا بحمر، لكن في الشوايه مش هبقى قلقان لان الشوايه فيها ماده هتخليها ما تتلزقش معايا اهو اهو. خلاص نيجي هنا هنرش برضو رشه زيت على الشوايه، ونروح بقى نجيب دي نعملها دواير كده، حاولوا تخلوها مش رفيعة قوي ولا تخينة قوي عشان نحس بطعم الكفتة تبقى جوسي شوية يعني طرية. وما تنسوش ان احنا عندنا هنا هنشوي معاها بصل على الشواية
عشان كده احنا قلنا كفته مشويه بالبصل. خلاص هناخد دول كده ونوديهم فين؟ على الشوايه اهو. سلام بقى لو بقى ايه شويه خبز شامي من الصغير ده، او شويه كمان من الخبز اللي هو الباتيبان، نعملها زي السندوتشات تبقى حلوه قوي. جربوا، انا دايما بقول لكم افكار وانتم اصحاب التنفيذ. نيجي بقى نجيب سباتولا ونروح هناك نضغط عليها ضغطه شويه صغيرين كده، وما تقفلوه ما تخافوش. شايفين هي علشان خاطر احنا دهنا دهنه الزيت على الشوايه فما تقلقوش خالص. ونيجي هنا نحط بقى الخليط بتاعنا اللي هو في الدقيق. يا استاذه ريم، الو الو الو. ايوه يا ريم، ازيك؟ الو، ازيك يا شيف يوسف؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيف يوسف عايز اعرف. اتفضلي، سامعك، اتفضلي. الو يا ريم. طيب حاولي تكلميني تاني يا ريم، وتقريبا الخط قطع. كان نفسي اعرف عايزه ايه بس. حاضر كده، حطينا الكفته دي. لها طريقتين اهم في التسويه، عشان خاطر اللي ما عندوش شوايه مثلا ممكن يستعمل طاسه صغيره، ما عندوش عايز يحمرها ما فيش مشكله. بعد كده هنجيب صينيه صغيره، لان ده طبعا انا قلت لكم السمكه بتاعتها تخينه شويه، فاحنا هناخدها بعد ما نحمرها كده نوديها فين؟ نحطها جوه الفرن شويه. ممكن تبقى دي نوع من انواع البرجر للي عايز يعمل سندوتشات صغيره في رحله في اي حاجه. عارفين الصيف بدا طلع والجو حرر والمصايب بدات والناس بدات تسافر. نروح بقى هنا ان شاء الله. عينيا مال، ازاي انت تؤمر؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ اه اكيد طبعا اهو. نيجي بقى هنا هنجيب يا ريت والله يا ريت اقول لكم محمود بيقول ايه. ماشي حاضر. نيجي نشوي بقى هنا البصل جنبها. البصل ده اساس في الاكله، ده اختياري عامه بس هو اساس عندنا في الاكله دي، لان احنا قلنا كفته مشويه او كفته مقليه بالبصل. انا عايزكم بس تستمتعوا بالحاجات اللي احنا بنعملها دي، لان الموضوع مش طبخ ومش حط مثلا بتنجان على بطاطس تقوم طالعه معايا طعمها حلو اقوم خلاص الموضوع بقى كده. لا، الموضوع فيه فن، فيه رقي، فيه ابتكارات، فيه حاجات حديثه، فيه كل اللي بيحصل ده احنا لازم نوريه لكم اول باول. يعني ما بنسيبش حاجه تعدى علينا، لازم تعرفوا كل تفاصيل التفاصيل. دي الكفته المحمره، شايفين لونها عامل ازاي؟ اهي دي بتبقى شويه كريسبي اكتر من المشويه اهو، شايفين؟ وبعدين بعد ما تاخد اللون من الناحيه الثانيه هنكون مجهزين صينيه ندخلها الفرن معانا. يبقى انا عندي هنا عايزين بس رشه ملح، رشه ملح اهو على البصل، رشه فلفل على البصل. الأكلة التانية بقى النهاردة هيكون عندنا نوع من أنواع المكرونات، ولكن بفراخ مشوية بطريقة مبتكرة، يعني حاجة جديدة برضو خالص. عايز أقول لكم بس أنا عارف إن الموضوع بيبقى ساعات مكلف، ولكن الأكل من علامات أو من أشياء السعادة. خروجاتنا دلوقتي بقينا لما نخرج نروح عشان نتقابل نتغدى، لو علاقات عمل يقول لك عزمه على عشاء عمل، في الافراح بناكل، في المآتم بناكل، في شم النسيم بناكل، في الاعياد في الاعياد بتاعتنا بناكل، في عيد المسيحيين بناكل، في رمضان بناكل، في عاشوراء بناكل. فالاكل بقى شيء من الحاجات الممتعه، فلازم اولا نهتم بيه خالص، وثانيا بعد ما نهتم بيه يكون مقبول، يكون حلو، يكون له طعم، يكون له تيست، يكون انا جديد ليكم.
بناخد اهو الكفته دي خلاص، لان لازم تخش الفرن شويه اهو، وانا شلتها من على النار خلاص. وبعدين نعمل ايه بقى؟ بعد ما حطينا كده في صينيه فرن، نروح نجيب التانيه المشويه نحطها جنبها. شوفوا بقى هوريكم الفرق بين الاثنين بس بعد ما يطلعوا من الشوايه. ويكون عندي كمان البصل بتاعنا شويناه اهو، نقلبه الناحيه الثانيه. لا ده هو كده هيطلع كده عشوائي، واحنا سريالي سريالي يا حوده، مش هنقدمه دوائر يعني. لا 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 خالص خالص كده. بعدين بعد ما يتشوي معانا كده نعمل ايه بقى؟ يكون عندي والله عايز اوريكم بس الكفته، بصوا طريقه ازاي اهي، ولسه اما تخش الفرن هوريها لكم تاني. شايفين جوسي، هندخلها الفرن، وبعد ما تخش الفرن معانا وتبدا تاخد وضعها وتلون وتستوي من جواها شويه، لان طبعا من جواها فيها حاجات سايله زي ما شفتوا شكلها. هنستاذنكم هناخد فاصل، مش هنعمل اي حاجه بجد غير اما نرجع من الفاصل نغرف مع بعض الكفته، وبعد كده لما نرجع هنعمل نوع من انواع المكرونات بفراخ مشويه بطريقه مبتكره. بعد الفاصل ما حدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياه، ولكن بعد فاصل سريع انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل عملنا مع بعض كفته حلوه قوي. انا بس هطلعها اهي عشان نفضيها من لو في ماده دهنيه تحت، بنحطها في طبق كده الاول اهو، وبعدين هنغرفها مع بعض حالا حالا، وهوريكم الفرق بين المشويه واللي حمرناها في شكلها كمان اهو. شايفين؟ عايز اقول لكم ان طعمها حلوه قوي وريحتها حلوه جدا، ولكن تعالوا بقى هنا نوريكم الفرق. هنا اهو ده البصل بعد ما شويناه، وده الكفته. احنا كان عندنا شويه من الخبز المحمص حطيناهم هنا، وشويه بقدونس علشان لو في، طبعا احنا بنتكلم على ان البقدونس بيشد اي حاجات فيها دهون، يعني دايما لما بروح عند الكبابجي نلاقي حاطط بقدونس تحت الكفته تحت الكباب، كل الدهون دي لما بناخد معاها بقدونس بتبقى شويه اخف يعني. فاحنا لو عندنا هنا، احنا حاطين زبده ومعانا اللحمه كان بيها، طبعا مهما خليناها حمراء بيبقى فيها نسبه دهون برضو. ده شكل المشويه اهي، شايفين؟ ادي المشويه ودي المقليه. طبعا الفرق مش ما انا عارف، بس ده انا عارف بقول لكم لو عايزين تخلوها مقليه مفيش مشكله، عايزين تخلوها مشويه مفيش مشكله. هناخد واحده وواحده اهو، وبعدين واحده واحده كده داير ما يدور فوق البقدونس، وده اساسي اهو اهو. خلاص غرفنا الكفته بتاعتنا اهي بالشكل ده، يبقى عندنا طبق حلو قوي. هناخد معانا اتصال وبعد كده نقول على مقادير الطبق الثاني. ايه ده؟ التليفون وقع، حاولي تكلمينا تاني يا استاذه ماجده، التليفون تقريبا قطع الخط. اول حاجه هنجيب بايركس، حاضر. بعدين المكرونه عندي مسلوقه، نص كيلو من المكرونه احنا مختارينها النهارده اللي هي الملونه دي، شكلها حلو عشان برضو الاطفال تاكل معانا. عندي ثلاث صدور من الدجاج، يعني حوالي كيلو صدور من فراخ، كيلو صدور فراخ. ملاحظين الاسبوع ده ان احنا شغالين على صدور الفراخ ليه بقى؟ او على الفراخ عامه، عشان خاطر ايه؟ برضو عارفين ان الظروف ممكن تكون شويه اللحمه غاليه مش عارف ايه، فاحنا الاسبوع ده انا تعمدت ان كله يبقى فراخ، حتى كانت الضيفه الموجوده معانا امبارح عامله فراخ. عندنا هنا كيلو من صدور الفراخ، كيلو من صدور الفراخ، معلقتين زعتر، وثلاث معالق زيت زيتون، وبشر ليمونه، ومعلقتين عصير ليمون، ومعلقه كركم، ومعلقه بابريكا، ونص كيلو من المكرونه المسلوقه، وكمان بصلتين متقطعين شرايح، وكمان عندنا
كيلو من الطماطم المشوية وفصين ثوم متقطعين شرايح ومعلقتين ريحان وكوباية مرق، كوباية من المرق ونص كوباية من الجبنة المبشورة. أقول تاني المقادير لأن الأكلة دي حلوة قوي وطعمها حلو جدا. أحمد من فضلك هات لي ألمونيوم. تاني كيلو من صدور الفراخ، كيلو من صدور الفراخ. عندي معلقتين زعتر وثلاث معالق زيت زيتون وبشر ليمونة وثلاث معالق من معلقتين زيت زيتون، ثلاث معالق عصير ليمون وثلاث معالق زيت زيتون عشان قريبين من بعض. معلقة كركم ومعلقة بابريكا ونص كيلو من المكرونة المسلوقة، وكمان عندي بصلتين متقطعين شرايح وكيلو من الطماطم المشوية. احنا جزء اهو وجزء في الفرن عشان انا حبيت اوريكم على الطبيعة. وكمان عندي فصين من الثوم متقطعين شرايح ومعلقتين ريحان، واخيرا كوباية مرق وكوباية نص كوباية من الجبنة المبشورة للوش. نبدأ مع بعض. اول حاجة هنجيب بول كبير كده ازاز اهو، نعمل ايه بقى؟ ناخد صدور الفراخ زي ما هي، بس نشيل هنا بيبقى في قطعه فيليه كده اهي بالراحه، مش مشكله فيها بس يعني عشان يبقى التسويه اسرع. وبعدين عصير الليمون عليها، وبعدين الكركم، بعدين البابريكا شويه شويه، والبابريكا دي هنحطها بعد كده في الاكله الثانيه. بشر الليمون، معلقتين الزعتر، في احنا قلنا في بصلتين متقطعين شرايح وبصلتين مفرومين، ادي البصلتين المفرومين، شويه ملح، شويه فلفل، ثلاث معالق من زيت الزيتون اهو، ونقلب كل ده مع بعضه كده اهو. وناخد معانا اتصال معانا فارس. يا اهلا بيك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فارس؟ ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبي، اتفضل. انا سامعك، اتفضل. انا بحب اتعلم. حبيبي ربنا يخليك يا فارس، ربنا يكرمك. انت في سنه كام يا فارس؟ الو. نعم. كي جي 2. طب بالتوفيق يا حبيبي، ربنا يوفقك. ليك سؤال يا فارس؟ ايه ده حبيبي؟ الو الو، السلام عليكم يا شيخ يسري. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيخ يسري؟ الله يخليكي. فارس بقى مين بقى؟ ده حفيدي ابن هبه. ربنا ربنا يخليهولك، ده فارس جميل. ربنا يخليك. ده قال لي يا تيتا انا عايز اكلم الشيف يسري. يا رب يخليهولك يا رب، ربنا يكرمك. ربنا يخليك، تسلم تسلم، وتشوف ولاد هاجر وعبد الرحمن يا رب. يا رب يخليك ليا، ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا شيف يسري، ودايما منور قناه الحياه. منوره بيكم، ربنا يعزك يا رب. الله يخليك. تسلم، ربنا يخليك يا شيف يسري، سلم ايدك. الله يخليك ليا، انا سعيد بسماع صوتك. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. الله يخليك يا شيف يسري. طب فارس مش عايز اي استفسار؟ هو قال لي على الايس كريم. حاضر، هقول له على الايس كريم. حاضر، متشكرين يا شيخ. الله يخليك، وانا الله يكرمك. من عينيا. حاضر، بشكرك على اتصالك، ربنا يخليكي مدام هيام. وشكرا يا فارس على اتصالك. عملنا ايه بس قبل ما دخل الفرن؟ خدنا البصلتين، احنا قلنا بصلتين شرايح هم وبصلتين مفرومين. البصلتين المفرومين خدناهم حطيناهم مع الفراخ مع الزعتر مع عصير الليمون وبشر الليمون وشويه الكركم كله وشويه من البابريكا وثلاث معالق زيت زيتون وملح وفلفل، ولفينا ده كله كده كله كله كله، ونروح ندخله الفرن على الارضيه. جميل. وبعد كده نعمل ايه؟ ناخد معانا كزرونه او طاسه عشان نعمل الصوص. يعني احنا تبلنا الفراخ لوحدها، هل الفراخ دي ممكن تتاكل كنوع من المشويات؟ اه طبعا، لوحدها كده تتاكل كنوع من المشويات. لكن لو انا عايز بقى اعملها زي ما هعملها مع المكرونه، هناخد دلوقتي مع بعض المكرونه نضيفها. طبعا احنا نسينا نحط البصل اهو على الكفته، ده اساس اهو. فين الكفته؟ قول لي هو فين البصل؟ اهو جميل، ده أساسي بقى. البصل ده بيديها طعم غير طبيعي في الأكلة دي كده. واحنا البصل طبعا احنا شويناه على النار، لكن انا وريتكم طريقتين
لعمايل الكفتة ممكن تكون مقلية في زيت أو زي ما احنا قلنا تكون مشوية على الجريل. في طريقة كمان ممكن نحطها تحت شواية لو حابين، لكن احنا طبعا زي ما بقول انتوا اصحاب الموضوع. طبعا ده شكل الطماطم المشوية، بنشيل القشرة سريعا اهي شايفين وهي سخنة كده، نحط عليها ايه؟ رشة ملح صغيرة وشوية زيت صغيرين على الوش او زيت زيتون. بعد كده ده انا كنت طبعا عامل كمية هنا بس دي باردة، بس انا حبيت اوريكم شكلها وهي طالعة من الفرن، يعني خليت 3/4 من الطماطم عشان نوريكم شكلها. طب ايه الفرق يا شيف يسري بين الطماطم المشوية دي والطماطم العادية؟ لا، في نكهة مختلفة، في طعم مختلف، في يعني حاجة انا بضيفها في الاكلة بتديني بحس بطعم مختلف عن الصوص الطماطم العادي اللي احنا بنعمله. هل انا خسرت حاجه لما شويت الطماطم؟ ولا حاجه. طب ليه ما طورش من الموضوع واعمل حاجه جديده بفكره جديده؟ طبعا يا ريت، يا ريت نتمنى ان احنا دايما نكون عندنا ابتكارات في اكلنا، يعني يكون دايما اكلنا مختلف وطعمه حلو. السكينه، طاسه على النار، هناخد بقى المره دي العكس، هنحط كده البصل. طب الله، إيه انت ما حطيتش زيت خالص؟ لا، هنحط بقى معلقتين من زيت الزيتون وبعدين نشوح البصل تشويحة كده. وناخد معانا اتصال معانا مدام إلهام. أهلا بيكي. صباح الفل يا شيف يوسف. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بإبداعاتك وابتكاراتك المتنوعة كل يوم يا شيف يوسف. يا رب يخليك يا مدام إلهام، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب، وتفيدنا كتير كتير قوي قوي، واحنا استفدنا منك كتير. ربنا على فكره يبارك فيك، ربنا يخليك، ربنا يخليك لينا وما نتحرم منك ابدا ابدا ابدا. الله يبارك في عمرك يا مدام الهام. ويا ريت يا شيف يسر تقول لي الكفته اللي حضرتك عملتها الجميله دي دلوقتي. من عينيا حاضر. احنا ما فيش ريجيم هينفع معانا طبعا. لا دي هي حلوه على فكره، مش ما فيهاش غير معلقتين زبده. انت كل يوم عندك موضوعه متنوعه كل يوم يا شيف يسر. على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه بس بعد ما تقفلي عشان يعني ما ناخدش من وقتك كتير. اتفضلي. ماشي يا شيف. ماشي. وعايزه ابعت تهنئه لمدام ندى، بقول لها كل مليون سنه وبنتها طيبه رنا، وربنا يخليكوا لينا ونهنيكوا على طول باستمرار يا شيخ. يا رب يخليكي كل سنه ورنا بنت ندى طيبه. انا ما حدش قال لي والله ندى دي. انا بقول لك، انا اهو انا بقول لك. اصل ندى دي من نوع الخجول جدا، فما قالتليش والله ان عيد ميلاد بنتها. كل سنه وهي طيبه. يا رب يخليها لها يا رب. الله يخليك يا شيف يسري. تحياتي لكم كلكم يا شيف يسري. يا رب يبارك في عمرك. هو لسه يوم الخميس يا شيف يسري، عامه مش النهارده، بس انا حبيت انها قبلها بيوم او باثنين. الله يبارك في عمرك واحنا بنشكرك. ربنا يخليك. وانا دلوقتي هقول لك على معلومه بسيطه قوي، المعلومه البسيطه طيب. دي هو ان احنا اكلنا، يا ريت انا باخد منك ابتكارات وابداعات. انا هقول لحضرتك يا شيف يسري يعني مترقله. اكلنا ده على قد ما هو فيه حاجات كتير جدا، بس بسيط يعني ما فيهوش نسبة دهون كتير، يعني بنتعمد ده. فأنا بشكر حضرتك على اتصالك، بشكرك يا مدام إلهام. أدي الزعتر، حطينا هنا البصل والثوم، يا دوب بيدبل. عارفين يعني إيه بيدبل؟ يعني يا دوب بيشم النار. وبعدين البابريكا، وبعدين الطماطم المشوية، ونسيب ده كله يتسبك مع بعضه شوية. شايفين الطماطم؟ بدوس عليها بالسباتولا اهي بتبقى يعني غير طعمها حلو قوي يا محمود والله. وبعدين الريحان هنحطه كده اوراق زي ما هو كده. برافو اهو. لا ده 5 بولات اتكسر. عادي عادي. ناخد بقى شويه، احنا قلنا مرق شوربه اهو اهو، حطينا الشوربه. شايفين الصوص ده مكوناته ايه تاني؟ هقول لكم سريعا وبعد كده هقول على الكفته عشان مدام الهام. اول حاجه حطينا معلقتين زيت زيتون مع بصلايه متقطعه شرايح، وبعدين نزلنا عليها بالثوم يا دوب دبل، حطيت معلقه الزعتر، وبعد كده حطيت الطماطم المشويه، كيلو من الطماطم المشويه، اوراق الريحان زي ما هي وكله مع بعض اهو، معلقه البابريكا، هنزود شويه ملح صغيرين وشويه فلفل صغيرين، وبعد كده اللحمه الفراخ بتستوي في الفرن. مش هعمل اي حاجه غير ما نرجع من الفاصل، ما حدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد وافكار مبتكره في اكلنا على تلفزيون الحياه، ولكن بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ده شكل صوص الطماطم المشويه اللي معاه البصل ومعاه الثوم ومعاه الزعتر ومعاه الريحان وكده شايفين، ومعاه معلقه بابريكا. شايفين بقى الصوص عامل ازاي، وحطيت عليه قطع المرقه. هنشيله كده من على النار، نخليه على جنب بعد ما استوى معانا كده وخد اللون ده. وبعدين الفراخ، هو احنا هنسوي الفراخ سوا كامل؟ لا، ده انا عايزها تتشرب من النكهات الموجوده عليها، اللي هي البصل والزعتر والبابريكا والكركم وعصير الليمون وبش الليمون وزيت الزيتون. كل ده يشربها شويه تبقى خدت ريحه. بعد كده طلعها كده ونقطعها عشان نضيفها على الصوص بتاعنا وتكمل تسويتها في الصوص. يبقى انا عملت ايه؟ زي ما بنقول كده ضربنا عصفورين بحجر واحد، اللي هو خدت اللون معايا وخدت الروائح الموجوده في المنكهات دي اهي، وفي نفس الوقت هتاخد طعم الصوص بتاعنا اللي هو بتاع الطماطم المشويه. شفتوا الفكره بتاعتنا جت ازاي؟ هنيجي كده نرفع وهننفض ده كده اهو، وناخد شايفين الفراخ اهي بنقطعها، وهنضيفها فين بعد ما ننفض الحاجات دي كده؟ هي خدت كل النكهات دي اللي هي بتاعت البصل والزعتر وزيت الزيتون وعصير الليمون وبشر الليمون، بس هي استوت؟ لا لسه ما استوتش، بس انا عايزها وهي بتستوي بقى تاخد معاها كمان نكهات تانية، اللي هي ايه بقى اللي هنشوفها دلوقتي. بس انا هفضي، شايفين ده ناتج عن التسويه اهو، هنفضيه على الصوص. وبعدين ناخد الفراخ كده نرصها عليه ونحط على النار تاني. يبقى انا بعمل ايه؟ زي ما قلت، بدل ما انا عندي طعم واحد هيبقى عندي طعمين، طعم البصل والثوم والزعتر والحاجات دي، وطعم كمان بتاع الطماطم المشويه. يا حاجه روحيه، ازيك يا شيف يوسف؟ ازيك يا مدام روحيه، ازاي الصحه؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه، الله يخليك يا رب. وعقبال 100 سنه يا شيف يوسف. الله يبارك في عمرك، ربنا يديك الصحه يا رب. حلاوتها يا شيف يوسف، انت امبارح عيد ميلادك، وانا جوزي بكره عيد ميلاده، وانا يوم 25. كل سنه وحضرتك طيبه. كلنا في ابريل يا شيف يوسري. كل سنه وحضرتك طيبه وجوز حضرتك بخير والاسره كلها سعيده. ربنا يخلولي، بس ربنا يزيد عنه المرض يا شيف يوسري. يا رب يا رب يا رب. ربنا يبارك فيك يا شيف يوسري. الله يخليك ليا، ما تحرمش مني. بقول لحضرتك انا عايزه الشوكولاته اللي هي في البرطمانات دي، اللي هي قبال الدهن يا شيف يوسري. حاضر، من عينيا. عايزه نفسي اعمله تورته صيامي، ما تقوليش عليها يا شيف يوسري. عايزه تورته صيامي؟ يا ريت. حاضر، من عينيا. الاسبوع الجاي اتفرجي على البرنامج، هعمل لك كيكه صيامي حلوه قوي. روعه يعني. ان شاء الله الاسبوع الجاي بفطر يا شيف يوسري. ان شاء الله. لا لا، فطار ليه؟ ما هي لسه فاضل لنا اسبوع يا شيف يوسري، كنت عايز اعملها له بكره. طب هقول لك على طريقه حلوه قوي تعمليها دلوقتي. عينيا. حاضر، من عينيا. من عينيا. حاضر، هقول لك على كيكه دلوقتي صيامي، سهله قوي، سهله جدا تعمليها، وان شاء الله نعملها عملي الاسبوع الجاي. شفتوا بقى الصوص اهو، الصوص بتاعنا في الفراخ بتتشرب اهو معاه. وبعدين ناخد كده المكرونه اهو، حلوه قوي. وبعدين اهي المكرونه في بوله تانيه، بس مش هنحطها عليها. ليه بقى؟ لان دي اول ما تخش في السوا معانا او تستوي، لان طبعا الفراخ مستويه على الاقل بتاع 60%، فمحتاجه ان هي تغلي شويه في الصوص تتشرب منه، ونضيف عليها الصوص دوت، وبعد كده هنعمل مع بعض نقدمها. بس ناخد وقت كده ونروح على فين؟ على العجان، علشان خاطر نعمل الدوناتس المحشي بمربى في تراك، هيعجبكم جدا، وهنحضر له مقاديره وبعد كده نعمله مع بعض. اول حاجه عندي مقادير الدوناتس، سهله قوي بسيطه جدا، عباره عن 350 جرام من الدقيق، 350 جرام من الدقيق، معلقه خميره ومعلقتين من السكر ورشه ملح ومعلقه فانيليا واثنين بيضه و50 جرام زبده واللبن لاتمام العجين. تاني 350 جرام من الدقيق، 350 جرام من الدقيق، يعني قد ايه يا شيف يسري؟ 350 يعني حوالي تقريبا كوبايتين ونص، تقريبا كوبايتين ونص. يبقى انا عندي 350 جرام من الدقيق، وعندنا معلقه خميره ومعلقتين سكر ورشه ملح وعدد 2 بيضه و50 جرام من الزبده ومعلقه فانيليا ولبن لاتمام العجين. بعد كده هنتخمر، وبعد كده هنقطعها قدامكم، ونجيب الفرم اللي هنقطع بيها، ونعمل هنحشيها بمربى بعد ما نحمرها في الزيت، وهنعمل لها توبنج روعه المره دي، حاجه مختلفه جدا. بس قبل ما نعمل الحاجات دي لازم نوريكم هنعمل ايه في التخمير. هناخد البيض
وهناخد عليه السكر وناخد عليه الخميرة وناخد عليه الفانيليا وناخد عليه رشة الملح اللي احنا قلنا عليها رشة ملح، يعني كده حاجة بين الصبعين اهي رشة ملح صغيرة، وبعدين شوية لبن مش كتير، ونقوم اي جايين كده مشغلين يدوب كل ده مع بعضه. تاني خدنا البيض مع شوية لبن مع الخميرة مع السكر مع الفانيليا ورشة الملح، بندوب كل ده مع بعضه يختلط. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ اهو كده داب خلاص كله مع بعضه، هنقوم رافعين كده ومغيرين السلاح بتاعنا. ايه السلاح بتاعنا ده؟ نغير المضرب، نخليه بقى الخطاف اللي هو بتاع العجين اهو، ونحط الدقيق ونحط الزبدة ونعجن كل العجين ده مع بعضه لغاية ما يلم معانا. لو لقيناه محتاج لبن تاني نزود له لبن تاني، تبقى كده عندي عجينة الدوناتس خلاص. ونروح هنا علشان ناخد ده كده ونحط بقى الصوص بتاعنا مع الفراخ. أكلة بقى مش عايز أقول لكم يعني، استمتعوا معانا. أنا عايز طبق كمان نغرفها صغير اللي هو الصغير، شفتوا بقى المكرونة مع الفراخ المشوية المتبلة ومع صوص الطماطم المشوية. طب هو ايه؟ طب ما هي مكرونة بصوص الفراخ العادي والمش عارف ايه. طب ما هو ده الجديد يا جماعة، ان احنا بنعمل ابتكار وحاجة جديدة قوي لكم. هنشيل دول. هنا بقى هنجيب حاجة نغرف، ما انا مبطيها لسه. شفتوا بقى العجينة؟ هنزود شوية لبن ونسيبها مع بعضها كده لغاية العجين ما يلم معايا، ونروح نغرف المكرونة. نغرف المكرونة بتاعتنا بقى، نغرفنا هنغرفها بطريقتين. الطريقة الأولانية زي ما قلت، لما نكون قاعدين مع بعض كلنا هنحط في طبق كبير وبعد كده نقدم. تنسوش إن فيها ريحان وفيها بصل وفيها حاجات كتير قوي أهو. والطريقة التانية بتاعتنا إن احنا هنغرف على قد فرد واحد، ده كده لما نكون الأسرة كلها مجتمعة. بعد كده ياخدوا قطع من المكرونة في الأطباق بتاعتهم، شايفين؟ وادي الصوص بتاعنا، روعة الروعة، حاجة كده زي ما بنقول زي الكتاب ما بيقول أهو. ونيجي هنا، كنت أنا سايب شوية من الفراخ عشان نجمل بيها على الوش كده أهو. ده بالنسبة لده وده بالنسبة لده. استمتعوا معانا، وعايز اقول لكم بقى لازم تجربوا، لازم تجربوا. بعد ما غرفنا كده اهم حاجه شويه الجبنه على الوش، جبنه مبشوره كده. اللي بيحب جبنه يزود، اللي بيحب جبنه يزودها، اللي بقى ما بيحبش الجبنه ما يحطش جبنه خالص. لكن هي الجبنه بتديها نكهات تانيه مختلفه خالص غير اللي احنا بناكله. بعد ما عملنا ده كله هنشيل ده كده ونروح نشوف العجينه اخبارها ايه. العجينه دي بعد ما تلم معايا اهو، هناخدها نعمل فيها ايه؟ انا زودت السرعه، هنحطها في بوله تخمر معايا تبقى بالشكل ده اهي. بعد ما عملناها خمرناها بالشكل ده، ونروح نحط شويه من الدقيق، ونجيب منديل بس عشان نمسح هنا رش الدقيق اهي. ناخد العجينه متخمره، شايفين عامله ازاي اهو. وبعدين نجيب معانا، شايفين العجينه عامله ازاي؟ حاجه روعه يعني. خلاص كده كفايه، شايفين هنا؟ نفرد العجينه بارتفاع نص سنتي، بارتفاع نص سنتي، ويكون عندي الزيت على النار بيسخن، الزيت على النار بيسخن. بعد ما العجينه دي ترتفع معايا بارتفاع نص سنتي هنعمل ايه؟ هناخدها نسيبها تتخمر تخمير تاني. يعني ايه تخمير تاني؟ يعني نسيبها كده حوالي 10 دقايق تاني كمان علشان تعمل معايا، ترفع معايا. وبعد كده هحمرها في الزيت دلوقتي برضو قدامكم، بس هنجيب فورمه من دول على قد العجينه، وفي فورمه تانيه كمان لو حابين اللي هي بيبقى شكلها استلس يعني اهو. شوفوا بقى هنا، بضغط هنا بضغط هنا بضغط هنا كده. ده لو عايز شكلها زي ما قلنا مختلف، لكن لو عنديش بقى ممكن اجيب فنجان اقطع بيه، ما عنديش برضو الفرم دي،
اجيب فورمه ستانلس صغيره مفيش مشكله اهو. بس انا بوريكم طريقه مختلفه للتقطيع، ما عنديش لا ده ولا ده. عارفين ممكن اجيب البوله دي اهي نقطع بيها، شايفين اهي هوريكم نضغط بيها. يعني انا بعايز بقى ابسط عليكم الامور في عمليه ان احنا نختار، ما نقعدش نحير نفسنا ده انا ما عنديش الفورمه اللي الشيف يسري بيقطع بيها دي كده. بس الفورم دي بتبقى حرفها شويه حامي فعشان كده بيقطع معايا بشكل احلى. بعد ما قطعت ايه اللي بيحصل؟ برفع العجينه دي الزيادات كلها شايفين، وارجع المها تاني، المها تاني وارجع اعملها تاني وافردها تاني، ما برميش حاجه خالص. تاني هذكركم بعد ما العجينه بقطعها كده القطع دي باخدها تاني علشان خاطر المها وافردها تاني برضو على دقيق اهو قدامنا كل حاجه. بس هنسيب دي كده على جنب. في الفتره اللي انا بقطع فيها دي بتكون اتخمرت معايا، بتكون بدات ترفع، لو هتبصوا هتلاقي العجينه عشان مخدومه صح بترجع ترفع معايا تاني. فين المردانه لو سمحت؟ هات اي واحده مش شرط كده اهو. تاني بفردها تاني وهي بعد ما لمها بارتفاع النص سنتي، يعني بمرميش ولا قطعه. دلوقتي في مكان دلوقتي حديث بس ده غالي طبعا، المصانع بتجيبه بيقطع قطعه الدوناتس مباشره على الزيت السخن. يعني احدث حاجه دلوقتي بقت قطعه الدوناتس بتتقطع كده على الزيت السخن مباشره. شايفين انا دي تقطيعه ثانيه اهو، كل ده قدامكم اهو اهو. شايفين فورمه سهله قوي ستلس موجوده في كل اماكن بيع الحلواني. ونرفع دي كمان وناخدها نلمها تاني لحته العجينه ونفردها تاني، ما نرميش ولا قطعه، ما نرميش ولا قطعه. بعد كده نجيب مقصوصه عشان بس ايه بقى هنشتغل في مربى وكده فلازم نلبس وحاجات كده اهو. ونجيب كيس ببلبله والبلبله تكون ساده رفيعه عشان هناخد اي نوع من المربى انتوا بتحبوه، اي نوع. هات لي دي، هات لي مقصوصه من فضلك. وتعالوا هنا اهو بالراحه كده بسم الله، ننفض من الدقيق نحط في الزيت اهو، الزيت اهو واحد نايم جنب الزيت اهو شايفين. هي الفكره بقى ببساطه، مش ان الدونتس معروف الدونتس بنعمل فيه ايه، بيبقى مدور. المره دي هو احنا عاملينه سليم زي ما هو كده اهو، وبعد كده هناخده عشان نحشيه بالمربى، وبعد كده هنعمل مع بعض توبنج هايل ولكن من سيرب بتاع فيتراك. ده كل ده هنشوفه امتى؟ بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل سريع. بعد ما نرجع من الفاصل هنكون حمرنا. شايفين هو بيرفع معايا اهو، كله طبيعي قدامكم. شايفين القطعه بقت قد ايه؟ نفشت ورفعت اهي اهو. لما نرجع من الفاصل نوريكم احنا حمرنا كل القطع شكلها ازاي ورفعت قد ايه، محدش رفع اي مكان. بعد ما نرجع هنحشي بالمربى ونعمل التوبنج مع بعض ونوريكم طرق مختلفه لعمايل الدوناتس، ولكن بعد فاصل سريع. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بعد ما عملنا الكفته بالبصل وشايفين شكلها، وكمان عملنا الفراخ بطريقه حلوه قوي مع المكرونه. عايز اقول لكم معلومه، ان شايفين الجبنه ساحت بقت ملتد على الفراخ او على المكرونه، شايفين حاجه كده مشهيه. وعملنا الدوناتس العجينه وخمرناه وحمرناه واهو شايفين القطع عامله ازاي. انا مش مرضتش اجي ناحيته خالص غير ما نرجع من الفاصل. شايفين عامل ازاي القطعه اهو مرتفعه وزي الفل اهو يا حبيبي. ما هو الدوناتس المدور بيبقى نفس الحكايه بس مخرومه من جواها، فيها فتحه من جواها، لكن دي احنا عملناها كده عشان لازم هنحشيها مربى. بتحبوا مربى ايه بقى؟ ده اللي بنتكلم عليه. فاحنا هنجيب معانا كيس ببلبله رفيعه ونروح نختار من هنا ولا من هنا؟ خلينا من هناك، من هناك عشان هناك العدد اكبر اهو. انا عارف يا محمود ان انت بتحب الفراوله، ايه رايك؟ طيب ناخد فراوله اها، وناخد كمان ايه فراوله. طيب حاضر. ومشمش برضو معانا احتياط اهو،
عشان لو خلصت دي ناخد دي ونروح على لا مش موضوع بلاش وكده. بيقول لي ابو بلاش كتر منه. قلت له لا، الموضوع ان في هنا الكميه دي تاخد بطرمان وزياده. اهو شايفين دي فراوله، ناخد كده الفراوله الاول ونقلبها الاول بمعلقه تقليبه. ليه؟ عشان خاطر تبقى كريمي، تنزل معانا سهله. شايفين التقليبه اهو، شايفين لونها عمل ازاي؟ ما هي كريمي، ما احنا بنقلبها عشان خاطر يبقى كده. شايف الخليط عامل ازاي؟ اهو انسيابي هو ده. والله بالهنا والشفا. ناخد بقى كده اهو، بعدين نفضي بقى البطرمان كله هنا، ونيجي بعد ما نفضي البطرمان كله كده. ده موضوع شيق يعني. اهو خدنا كده البطرمان كله. عندي بقى فكره لسه كنت بقولها، البطرمانات دي بعد ما نفضيها شايفين شكلها حلو، ما ترموهاش. في ناس بتستعملها تحط فيها بهارات و و الى اخره، ولكن الحديث دلوقتي، الحديث الموجود على مستوى ساحات العالم، بقت البطرمانات دي او في كوبايات زي البطرمانات دي بالظبط، في كوبايات زي البطرمانات دي بالظبط بيحطوا فيها جواها تشيز كيك، بيحطوا فيها مكونات الدايت، بيحطوا وهم رايحين النوادي ويقفلوا، تبقى سهله القفل والفتح وحلوه جدا وطبعا نظيفه وخساره ترموه. تعالوا بقى نعمل التوبنج الاول قبل ما نحط الحشو. دي كوبايه كبيره او كوبايه ونص من السكر الباودر اهي، وعندي كمان كوبايه ونص من السكر الباودر اهو. انا بقى عندي سيرب نعناع وسيرب بتراك بالكريز، يعني لونين مختلفين. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب معلقتين وناخد هنا، نفتح دي ونحط، شايفين ده سكر باودر بس بدون اي اضافات اهو. نضيف عليه بقى سيرب ونقلب، سيرب ونقلب اهو، جديد خالص لسه شايفين. اول مره بتشوفوا التوبنج ده، اول مره حد بيعمل التوبنج ده على الفضائيات كلها، او اول مره بتشوفوه فعلا اهو. شايفين السيرب، انا حطيت معلقتين تقريبا وبقلب لغايه ما ناخد كل السكر يختلط مع السيرب. لقيته خفيف ازود سكر، لقيته تقيل ازود سيرب زي ما انا بزود كده، ونقلب. لا ولا حاجه خالص، ثانيه هتلاقي دلوقتي توبنج احمر من اللي انت بتحبه شايفين. وبعدين نجيب كل السكر ننزله جواه وندعكهم مع بعض كده. ليه بقى؟ عشان كله يتجانس، يبقى التوبنج بنفس السيوله دي اهي. انا دلوقتي شايفه عايز، محتاج كمان شويه سيرب صغيرين اهم، حوالي معلقه. ما تقلقوش، عارفين ليه؟ لان السيرب ده فيه سكر فمش هيخليه يبقى سايل اكتر من اللازم، يعني ما تقلقوش منه. السيرب ده كله سكر، فيه سكر كتير، عشان كده شايفين ادي الخليط الاولاني، شايفين اهو ده الخليط الاولاني، شايفين عامل ازاي يا وحيد؟ اهو حاجه كده زي الكتاب ما بيقول، ده الخليط الاولاني للتوبنج. مش لازم احطه كمان في الدوناتس بس، ممكن احطه في اي توبنج انا بعمله، على سابليه، على اي حاجه. ونيجي هنا نكرر نفس العمليه هنا على دي. مين معانا؟ يا ام جوزيف. اهلا وسهلا يا شيف يوسف. يا اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك؟ عامله الحمد لله بخير يا ام جوزيف، ربنا يخليك يا رب. وحضرتك طيب؟ وحضرتك طيبه شويه، معلش عشان التليفونات. ربنا يخليك يا ام جوزيف، ربنا يديك الصحه، بشكرك. اول 100 سنه يا رب، ربنا يخليك ويخليك ويخليك. الله يبارك في عمرك يا رب. وتعبناك معانا بامانه. لا والله ابدا، بالعكس، يعني انتوا عارفين انا ببقى عايز اعمل لكم حاجات جديده و ومبتكره برضو في الاكل الصيامي. تسلم ايديك يا شيف، الله يخليك لينا يا رب. يا رب يخليك يا ام جوزيف، الله يكرمك، بشكرك على اتصالك. الله يكرمك، انت فكرتيني. الله يخليك يا ام جوزيف، فكرتيني. ده انا مدام روحيه طالبه مني كيكه صيامي وانا كنت ناسي خالص. هتجيبي يا مدام روحيه كوبايه سكر معاها كوبايه ميه وكوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه ميه، كوبايه زيت، تضربوهم مع بعض كلهم في المكنة، تضربهم كلهم في. شايفين بقى الخليط ده؟ هنزود سنة صغيرة كمان، سنة اهو،
حلو. وبعد كده كل لون وله لونه وله لونه. نيجي هنا نفتح اهو كده من هنا من تحت شايفين بالسكينه. يلا يا وحيده دي فاتحه اهو، ونفتح كل الاول علشان ما ناخدش وقت تاني، بالراحه. وبعدين بعد ما نفتحها كده من تحت، هي لها قاعده ولها وش، نفتح من حته من اي اتجاه عشان ما تقعدوش بقى تدوروا اي اتجاه يجي في ايديكم اهو. نفتح الفتحه دي وبعد كده نحشيها بالمربى اهو شايفين اهو، نحشي بالمربى، ناخد كل الكميه نحشيها اهو. شايفين بتنفخ ازاي؟ ايوه برافو عليك اهو اهو. ايوه يا حبيبي اهو شايفين. نحشي كل واحده بالمربى، بعد ما نحشيها خالص ناخدها بقى نوريكم، اصل انا عامل كميه كمان كبيره. تعالى كمل دول يا سعد من فضلك. وناخد دي بقى بعد ما حشيناها كده بالمربى، نرفع وناخد هنا شايفين بالايد كده، نغطس فين؟ في السيرب اللي مع السكر، ونرفعها كده اهي. شفتوا بقى؟ ده اللي انا بتكلم عليه. وبعد كده نحطها هنا عشان لو في زيادات تنزل معانا بالراحه. نجيب واحده كمان دقيقه كمان بعد، يعني ثواني بتلاقيها نشفت. انا عامل مجهز كميه هوريها لكم دلوقتي بعد ما نشفت. ده بالنسبه لل اهو. حاضر يا حبيبي. ده للاخضر اللي هو بالنعناع، ده بقى طعمه مختلف وحاجه تحفه بصراحه. النعناع ده اهو شايفين، احنا هنحط في الطبق مؤقتا علشان خاطر انا عامل كميه هنا اهي، بس حطيتها على الشبكه عشان تنزل الزيادات. وبعدين نجيب بقى في ثلاث استندات عندي اهم، ناخدهم بقى نعمل كده شكل بيهم، وناخد نحط الدوناتس بتاعنا على الوش اهو. ارفع نرفع نرفع، يلا بينا اهو. ناخد واحدة وواحدة بعد ما نشف بقى، هو كده وصل للدرجة ان هو نشف معايا، فانا ناخد واحدة وواحدة حمراء اهي، واحدة حمراء الله يكرمك. فين الغطا؟ ان هنا واحدة حمراء وواحدة ايه خضراء كده. وتفضلوا معانا، رائع. عارفين يعني ايه؟ حاجة جديدة خالص، فكرة جديدة أول مرة بتشوفوها بتاعت ايش الحشو. ممكن يكون في حد عمل قبل كده حشوة الدوناتس، لكن احنا بنتكلم على التوبينج، على الخليط اللي فوق الأخضر والأحمر ده، وده بحاجتين موجودين في سيرب فيتراك. شايفين؟ نعمل العكس هنا. ينفع طبعا حاجات كده، الالوان دي رائعه طبعا. ونيجي هنا اهو. لا عادي ما هنشفت، ما تقلقش، طالما نشفت ما تخافش. لكن اللي هي التانيه دي ممكن ايه نعمل ايه بقى، ناخد برضو واحده هنا خضراء. وبعدين بقى شايفين اهم حاجه نسيب ده ينشف شويه كده على الشبكه دي، احمر اهو تاني يا وحيد. شايفين بقى دي اهو، ادي بقى النوفل على طول اهو. حبيب قلبي يا نوفل اهو بجد. يعني انا بس بالمناسبه عايز، في عندنا فريق اسمه فريق فريق الايه تنفيذ، التنفيذ التنفيذ انتوا خبلتونا يا جماعه. فريق التنفيذ ده عباره عن فريق رائع على رأسهم طبعا المهندس محمود فاروق، عايز اشكره، ونوفل حبيبي والتهامي وكل الناس الموجوده معانا اهو، عشري وصالح وكله كله كله والله. وكمان عايز اشكر مين تاني عندنا؟ عايز اشكر حبيبنا محمد رشدي اللي بيتعب معانا، وعبد الله اللي بيجيبوا لنا الحاجات من فوق دي اللي بيجيبوا لنا الكاميرا اللي من فوق دي، شايفينها؟ هي الكاميرا دي اهم حدث في الموضوع، يعني الكاميرا دي حاجه ما شاء الله عليها عليها اتنين مقعدين، تخيلوا عشان تعرفوا بس احنا قد ايه عندنا فريق متمكن من
لا لا خالص يا رشدي والله انت مبدع يا ام عزت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا ام عزت، ربنا يخليك. يا رب ربنا يبارك في عمرك. فضلك يا شيف يسري، انا مخلله زيتون اسود بميه وملح بس، ما تحطوش اي اضافه ثانيه. ومناش صوص زي طريق زمان، بقاله شهرين في الميه، جيت افتح عليه لقيته مر. علاجه ايه؟ لقيت ايه؟ لقيته مر. ما هو لازم الاول بنعمل له فتحه كده صغيره ونحطه في الميه ما يوم واثنين وثلاثه، ونغير ميته ثلاث اربع مرات عشان المراره. فهماني حضرتك؟ انا عايز اعمل حاجه ماربل. يعني ايه ماربل؟ يعني هناخد شويه من الاحمر ده نحطهم على الاخضر ونوريكم حاجه جديده. بس الزيتون قبل ما نخلله سواء كان اخضر او اسمر لازم نعمل له ايه؟ حاجه اسمها نشيل الملوحه اللي فيه. شايفين الماربل ده؟ دي جديده خالص، يعني رخامي، يعني حاجه كده اخضر على احمر متجانسين اهم. فالزيتون لازم ننقعه في الميه بعد ما نفتحه فتحه صغيره كده ليله، ونغير ميته تاني يوم لمده 3 4 ايام عشان يطلع المراره اللي جواه. كده كده اهو اخر حاجه بس واحده حمراء اهو. كده احنا خلصنا معاكم حلقتنا النهارده. عايز اقول لكم ان احنا عملنا لكم حاجات يا رب تعجبكم، يا رب تكون. طبعا اللي بينزل ده جديد عشان خاطر احنا كان لازم نسيبه على الشبكه شويه، لكن ده خلاص نشف اهو. جربوا كل الابتكارات اللي بنقول عليها، يا رب يكون بنقدم لكم معلومه جديده، يا رب نكون بنقدم لكم حاجه تعجبكم. عايز بس اقول لكم ان احنا موجودين مع مربى فيتراك، هي فيها الجديد وفيها حاجات ممتازه، وشايفين عملنا بالسيرب النعناع وعملنا كمان بالسيرب اهو، وبعدين عملنا كمان بالسيرب الكريز. استمتعوا معنا دايما عشان تشوفوا كل ما هو جديد في برنامج المطبخ على تلفزيون الحياه اللي هو دايما رقم واحد في مصر، وان شاء الله سيظل. عايز اقول لكم ان انتوا هتوحشوني لغايه الاسبوع اللي جاي، يا رب تكونوا مستمتعين معانا. نشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي، زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض. السلام عليكم.